موسوني هو ضحية جديدة تاع نهار اليوم، واللي مسكين راهو تقلق وهو يستنى في الحمام. بدات حكايتنا مع فوزي لما قال له حليم باللي محمود راهو مريض وعايش غير بالدواوات. ايه يا فوزي، او بدا المقلب الاول، محمود راهو مريض. طبعا ما تحلقش يا اخوان، انا بدون عبدو الميسان دي واسبطة تسخير اسم ندعمك باش تكون كبير. يسمعك راح يدعمو قاعديك لاب مصلح ولاش تدعم ربع الناس ولاش تدعم ربع. فوزي بدا يتقلق وراه يهضر على الدعم. بارد البرد عنده نهار بعد نهار. ياه وهنا كان تحتها هذاك هايطولو في تليفون. هايطولو هايطولو. كاين شنو هايطولو؟ هذه المرة فوزي موسوني شراب الرياضي الكبير هذا مدور. رانا خايفين موسوني العنيف جدا. محمود راهو طالع يا درا وش راه مخبي. مساء الخير مشاهدينا الكرام متتبعي قناة النهار وكل متتبعي برنامج نقاش جريء، أهلا بكم. كما عودكم البرنامج في استضافة شخصيات من مختلف المجالات فنية رياضية وسياسية. ضخم في البنية، عنيد في الوجه، فاشل في حياته، كلها كانت عبارات قيلت عن شخص فوزي موسوني. مشاهدينا برنامج نقاش جريء استضيف السيد أو الرياضي فوزي موسوني في عدده الثاني. كما أرحب بكل من سيتصل بنا وكل من سيلتحق بنا عبر الهاتف. سيد موسوني أهلا وسهلا بك في برنامج نقاش جريء. أهلا بكم وشكرا للدعوة. يعني ضخم في البنية، عنيد في الوجه، فاشل في حياته، يعني ما كنتش عقبت لي على المقدمة اللي كنت قلتها. عودة لي انت فاشل في الحياة. أنا رجع مانيش فاشل في الحياة، أنا ربي كرمني بمرأة صالحة ودراري صالحين، مانيش فاشل في حياتي. أنا باسكو أنا قاصح في الكلام. لا أنا باش تعرفوني أنا قاصح في الكلام. معناتها نهضر وكي نهضر الكلام يجوز، ولا نعرفكم تكوبي ولا تنحيو كاش حاجة، ما تزيدوش تشوفوني. قالوا أنا ما نعرفش ليميسيون، ما نعرفهاش. شوف هذه ليميسيون يسموها نقاش جريء. لا باش تعرفوني انا كيفاش داير. انا هو يبوزي لي كاستون لي حاجه وانا نريبوندي كيما نحب. تفرجت النهار من قبل ما شفتهاش اليوم. راك في النهار. لا ما نعرفهاش لي ميسيون، والله ما شفتها حتى الانسان حبيبنا، والله ما نعرفها انايا. انا وانا ما تعرفنيش. لا انت في الفيزاج شايفك فعلا. لي ميسيون ما نعرفهاش. دوك تولي تعرفها وجامي تنساها. قداش نعرض واحد نقول له راك فاشل في حياتك؟ يعني هذا كلام قيل. يعني شكون قال؟ قالوا بعض الجرائد الدوليه. وقال الجرائد شكون هو؟ كما مثلا جريده الابار المختصه في الرياضه. جريده الابار وشنو هذه الجريده؟ اباك بالك تقول له واحد فاشل في حياتك واش معناتها؟ انا ما طحتش من الشجره. واحد فاشل في حياته كي تقول واحد فاشل حياته، ما يكون فاشل ما تقدرش تقول له راك فاشل في حياتك. لا يعني هذه لانه طبيعه الحصه نقاش عليه. احنا النقاش انت تطرح الاسئله وانا نجاوبك. هذا اللي كتب عليا يقول لك فاشل في حياته، جيبه لي وقول له يقابلني، شوف خوك واش يقول له، كيفاش يبعثوا مربع ليدوني ونبعثوا على رجلي. انا الحمد لله انا عامين وانا نخدم مع خويا مراد رحموني في مولودية بجاية، وين ربي كرمنا بطلعة واحد دوك راح يخدم في أي مضرب. مازالهم الناس يحسدونا. باسكو ما لقيتش؟ قالوا باسكو ما لقاش. كيفاش ما لقيتش؟ ولاش تحاول تمسك حاجة؟ انت يا ربي كيفاش جاب؟ انت يا ما تحاولش. أنا مزي ياسكا، أنا رحت بس عندي الشرف. أنا ماشي انت يا تجي تقول لي الحيط كحل نقول لك كحل. لا خويا انا باش تقول لي، انا باش تقول لي يعني هذا الكلام كامل، هذا الكلام كامل اللي يبين بلي راك انت فاشل. لا انا فاشل. انا نتايا راك جورناليست، كي تقول لي انت فاشل كتعرف المسيره ديالي. نعرف المسيره ديالي. واش عندي يعني مش هذا النقاش. انت شحال في عمرك فوزي؟ مش هذا النقاش. لا حبيت نسقسيك حاجه. لا اسمح لي فوزي باش ما نخرجوش من النقاش. اسمح لي خويا، تحب نجاوبك جاوبني في اطار الاسئله اللي نطرحها لك. حبيت نسقسيك حاجه، شحال في عمرك انت؟ كون جريء يا فوزي وما تهربش من السؤال.
قول لي شحال انت في عمرك يا فوزي. هذا مش نقاش. حبيت نسقسيك حاجه دوك ولا تحبني نكمل معاك الحصه؟ قول لي شحال في عمرك اخ؟ 32. عباك شحال فايتك بعشر سنين؟ كيفاش تعرف انت يا المال الاخر تاعي حياتي انت؟ انا شاش ما تقدرش تقول لي انا يا واحد انا كي تقول لي الناس تهضر عليك وتجيبني انايا الحصه باش تجوز بيا الوقت ماشي باش يجوب. انا ما نجوبش غير نحب نسقسيك حاجه. انا حصه كيما هادي انا مرحي انا مانيش جاي الله يدرني. واش معناتها هذه؟ انا مرحي انا مرحي في الدنيا. انا الدنيا هادي مجربها مرحي ما تعرفهاش انت باسكو ما عشت بزاف الجزائر. وين عشت انت؟ في دبي. شحال عشت في دبي؟ 6 سنين. لا 5 سنين. عشت 6 سنين في دبي 6 سنين في مصر. ياك شفت كيفاش تعرف موسوني؟ لا اعرف فوزي موسوني. ما تقدرش تعرف فوزي والله ما تعرف. اصلا وين زايد؟ مسي وين زايد؟ وين لعبت انا الفريق تاعي الاول وين لعبته؟ يعني انا عندي حصه. زايد انت 6 سنين في دبي زايد مش عارف 5 سنين عشت وين قلت لي؟ اوا يا موسوني دبي ولا مصر وقيله تخلطت عليك ديجا يا تعرف عليا انت تقول عطاولك على موسوني جاي تنرفي انا ما نرفيتش انا من نرفيتش والله العظيم غير عندك انت معلومات خاطئه انا ما نرفيتش انا طبيعت الحصه اللي راني ندير فيها واسمها نقاش جريء. لا نقاش جريء انت هذا النقاش كان عندك لو ماماج تاعي وتعرف حياتي يعني بصح ما تعرفش حياتي خويا ما تقدرش تهضر علي يعني يا انا والله غير راني محترمك كيما اوطونك صحافي نهضر معاك كلام والله غير لي ميسيو هذه ما تقدر تجوزها باسكو نبدا نخرج من الموضوع نجوزها انا ما عنديش اشكال انا ما عنديش اشكال شخصي الناس اللي يعرفوني يا فوزي انا حوست عليك ما كاينش اللي يكتب عليك ارتيكل مليح لا انا واش كتبوا عليا لي ارتيكل مليح انت كنت مازال ما دخلتش للجزائر يا فوزي انا بحثت ما لقيتش انا بحثت انت ما تعرفش تبحث باسكو انت مات من العاصمه مانيش انا عندي فريق الاعداد ما تقدرش تبحث عليا انا وياك ما نقدرش نكونوا متفاهمين ما نقدرش سقسيتو انا ما نجاوبش انت تسكن في البيان انا يا تسكن في البيان ما نسكنش البيان انا وين تسكن عشت في البيان وين كبرت انا نقول لك وين كبرت انا يا ما تعرف انت تعرف انت يا موسوني كيفاش تقول لي وين تسكن كبرت في البيان اسمح لي خويا كبرت في البيان مخصوص بزاف واش اللي مخصوص تعرفش انت يا الانسان باش تسال انا درت حوارات مع اكبر رياضيين في الخليج شكون هادو اكبر رياضيين في الخليج شكون هادو الرياضيين اكبر رياضيين في الخليج عطيني راهو داخل حليب وزاد كمل عليه اسحب السؤال لا ما نسحبش اسحب السؤال يا فوزي خلينا نكملوا الحوار يا فوزي حبيت نسقسيك حاجه اخويا يا فوزي ما تقول لي فاش انا راجل يا فوزي محمود راهو زعف فوزي وحب يروح بصح والله ما نخلوك تروح انا ستة من الناس زود شويه ما تزيد تعرفني ما تزيد تهضر معايا قول لي واش كاين ما تقنبروش بيا انا في عمري 42 سنه عندي زوج دراري ما تجيوش تقنبروا بيا غاشه عطيهم مفتاح لنا يا سيني يا خو جيبوا لنا الماء جيبها بس حلوه انا والله يطيح في الميسك رانا قلقناك حتى شعلت قارو اسمع محمود سقسيه غير على الفوت والله او مقلق صح مصطفى
تغاشا طحتنا ايه بوزيني واحد الكاس يا وسوسني يا والله الحاجه اللي قلقتني كي بوزيت لي هذيك لاكاسيو تاع انت فاشل في حياتك. ضخم في البنيه عنيد في الوجه فاشل في حياته يعني وسوستني يا اخو حتى وليت نعرق. ما راناش في نقاش جريء راكم حكمتوني هاي حكمتني الكاميرا تاع النهار وكما يقول لك صحة رمضانكم وصحة فطوركم وان شاء الله كل عام نلحقوا بسيدنا رمضان. هلا بضيوفنا كرام حصتي بنهار لا تزعل ما تقول على كل واحد راسي ما طار فنان الليله معلاه يتقلق ما لقاش كيفاه ماشي نقاش جاري في حصه رانا حكمنا ان شاء الله بسلامه ريسانهم لا بروشان فيكتيف كاش ما غنمي وراهم سيزيام ايطاج. رانا حكمناك يقدم لكم برعايه سيما موتورز.